كبيرة كيف الحال؟ عم جهز السيت اب، بدي اسجل شغلة انا وصفونيستا هون. رح يجيب شغلة ناكلها نحن مغمض عيوننا نسمعها مشان نعرف شو هيش. يعني هدول الشغلات الدارجة على الانترنت، هذا الجنريشن اللي بحب الشغلات يتلذذ بصوت الاكل. فحلقة رح تكون كتير كتير مميزة. كبسة. شو رايك نبدل التي شيرت؟ احسن ما فلوج امبارح ونفس فلوج هلا او نص الفلوج هذا دقيقة. احسن شيء صح؟ يلا يا صفوان بدنا ناكل. على فكرة كمان يوم I'm gonna break my ketosis diet. خلص اسكت انت. I'm gonna break my ketosis diet. هذا الشيء يعني رح اكل كارب، رح اكل مقالي، ورح اكل سم الهاري. Actually I'm hungry. I don't mind. صار لي 10 11 12 1 2 3 7 اشهر محافظ. اليوم امها صفوان دق الباب، رن الجرس، حيتصل. Who is it? اقوى جيش، اقوى جيش. هلا بقبيلة، هلا. جوعان والله ومريض. شو حناكل؟ انا عامل دايت ولا انت حتاكل بس مش انا؟ انا جبت لك انت سلطة تبولة لا ما اليوم بدي اكسر الدايت. انت مسوي دايت انت زايد مو ناقص. هلا لازم نجيب اشياء بتطلع اصوات، لانه شو اسمه الفيديو اللي بدنا نعمله؟ شو اسمه؟ ال ASMR. ASMR ما اعرف شو اختصار لشو. نجيب خيار مشان ايوه اوكي. هاي خيار اوكي. نجيب هاي تطلع صوت؟ طبعا لكم مثلا مان البطاطا الفرنش فرايز بتطلع صوت. هاي خلص هيكم. حلو حلو. انت بتحط الاوبشنز قدامنا، لازم نعرف شو الاوبشنز الموجوده. نجيب فليفله بعدين انا بغمض، بعدين هو بياكل لازم من الصوت اعرف شو قاعد ياكل. دقوس، لازم دقوس. دقوس لحالك. نجيب شوي ملفوف. الله ورق ملفوف. هذا ام الخشخشه. اي بالضبط. والله زين ليش كله خضروات؟ ما عندك بوب كورن؟ ما عندك شيء؟ لا ما انا الحكي الزباله كبيره. بدي اكل بوب كورن جزر. اه في بوب كورن هيلثي ما سمعت فيه؟ لا. حسان انت كم صار لك مسوي دايت؟ 6 7 شهور. كم 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 ناقص من يومها؟ It's not about the weight. I know but كم ناقص؟ 10. بس تحط لي اياهم خيار وجزره، بعرف الفرق بين الخيار والجزره صراحه. لا ما راح تعرف. حط من هذا بعد. ايش؟ اوه لوز. عم نظبط السيت اب. صفانيستو اليوم راح نحرق ونفجر ام اليوتيوب. اي والله مجهزين التشالنج هلا بيني وبينه على شويه ملفوف وجزر. هاي بيشوفوها قناتنا، هذا بيهايند ذا سينز. هلا كمان شوي راح يشوفوا الفاينل فيرجن اوف ايفري ثينج، التحدي بيني وبينه. حلو. قبيله صفانيستا مرحبا. مرحبا بقبيلة الشهير بجيش الجوعانين، اقوى جيش. ومرحبا بجيش الجوعانين اللي انا اعتذر راح يزعجوك هنا في الكومنت سكشن. حبايب القلب وهذا راح يزعجوك. مرحبا بكم. مرحبا بكم حسان. شو عندك اليوم؟ متصفيني قولي لي في شيء اليوم نسويه مع بعض. في فيديوهات بتنتشر كثير على الانترنت لناس بياكلوا وبيسمعوا الناس صوت الاكل ال ASMR. هذا هو. نعم نعم. موجود على قناتك؟ موجود على قناتي. فاللي ما شاف هالشيء روحوا على قناتي موجوده في الرابط، شوفوا ال ASMR بس تستمتعون وانتم ساكتين تسمعون الصوت بس. كفكره جدا مزعجه، كواقع كثير ممتعه. ناس عن جد بيقضوا قدام الميكروفون عم ياكلوا وبيسمعوكم اصوات الاكل. ميكروفون كثير كثير حساس. هلا رح نعمل شيء مثل هيك ولكن تحدي. تحدي. هذا التحدي بيكون رح تلبس السماعات. البس السماعه. السماعات مشبوكه على الميكروفون دايركت. حلو. هاي كيفك؟ صوت تمام؟ اوكي اوكي. راح تغمض عيونك وعندك الاوبشنز اللي موجودين امامنا. اكل منهم وعارف. لا انا اللي عم باكل. انت قاعد الحين تسوي لي امتحان اذا انا فعلا مقيم اكل ممتاز يعني بالصوت. جيش الجوعانين. مان خفيف الاوبشنز، ملفوف، جزر، خيار، خيار. شبه بعض الصوت. هذا شو بيطلع الصوت؟ ما بعرف، انت بشطارتك. ايوه كمثرى. برتقال. هاي برتقال الحين؟ والله برتقال. هلا بتشوف ترى برتقال. بس برتقال انا برتقالي هذا احمر. هو برتقال احمر حمراء. فلفلة حلوة. لوز وبس. امورك سهلة جدا حبيبي. قدام حبيبي. كفو كفو. اسهل شيء جزر جزر جزر. قدام جواب نهائي. حط يا جد قرداحي جزر. شو ها؟
ايوه قال حكايه جزر اول شيء. اي والله جزر ابيض عندك داخل ملفوف. انا لاني ما احب الملفوف، ما اعرف صوت الملفوف. اللي بعده ما احب ملفوف. اللي بعده عطنا عطنا ما ابيع. اوبا هذه قويه، هذه يا اما خيار يا اما جزر. احس انك قاعد تخدعني ما ادري ليش. ريحه فلفل، هاي الفلفل الحمراء والله شبعت ريحتها. ريحه فلفل صح ولا غلط؟ جواب نهائي. جواب نهائي فلفل احمر. بدك صوت ثاني؟ جرب. فلفل احمر حبيبي، فلفل احمر والله، والله فلفل احمر والله. ريحتها جت هني، هذه وهذا مو خايف منهم، ما لهم صوت. برتقاله الحمراء هذه مالتك. اللي بعده هذا مو صوت خيار ولا صوت جزر، برتقاله الحمراء. شكرا. كان في شيء بعد، هاي الكمثرى. وجوابنا هاي بدون لا تلعب باعصابي، كمثرى. حاسس انه بيطلع غلط بس كمثرى. سوي سبع مرة. كمثرى كمثرى كمثرى. جواب نهائي خلاص. كمثرى. ارفع ارفع خلاص. نهاية؟ نهاية نهاية. لا تغش الله يرضى عليك. شو السالفة؟ هذا ما كان موجود في الاوبشنز. ما بقدر تاكل. هذا شمس مان. شرمس. عطنا عطنا اللي عندك. عطنا اللي عندك عطنا. خيارة. جزر البرتقالي شو اسمه؟ جزر جزر. جزر جزر جزر. جزر. أقول لك الفرق بين الخيار والجزر، الجزر تسمع صور. أنا الحين أتلخبط. الخيارة صوتها جي الجزر جي نفس اللي يكون الحصان. جزر جزر ولا تغيرها، الله يرضى عليك. تغش ترى، شوف الفيديو بعدين في القناة واعرف اذا غشيت. جزر جزر. انا برتقالي والله. ما افتحت امك اشوف جزر. والله والله ما كنت جزر، والله ما كنت جزر. عرفت انا من صوته. اقول لك شوف صوت جزر. الحين باقي هالاختيارات الأربعة. لا تلعب مع جيش الجوعانين. باقي هالاختيارات. أقوى جيش والله. كفو. والله أقوى جيش. هالاختيارات الأربعة. لأن في شيئين ما لهم صوت، والشيئين اللي لهم صوت صوتهم مختلف تماما. فلا تلعب. ها. جاهز؟ ما بديت أنت؟ وأنا قاعد أحاول أسمع بعد. تابع. جاهزين؟ لا تجيب شيء من برا. حسان هذا حساس زيادة عن اللزوم. لا تجيب شيء من برا. شوية 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 شوية. صوت كرتون. سامع صوت كرتون. أي شيء أي نفس راح أسمع. راح أقوله خلاص راح. لا تحاول تضحك علينا. راح. تعرف لو فتحت علبة الدقوس راح أسمع صوت الغطا. ليش؟ أنا حس وايد صوت حساسني. أوكي. يلا خلصت. لا بعد واحدة. لا تاكل بطراف اسنانك كل عدل، يعني لا تغش في الصوت، خلي الصوت طبيعي عشان انا اذني تكون عارفة شو قاعد تاكل. شو قاعد تسوي؟ اوكي انت قاعد تشرب في الدقوس. والله ريحه الدقوس. او انك فتحت علبه الدقوس واكلت شيء ثاني. دقوس صح؟ في شيء لمس ايدي. دقوس كنت قاعد تشرب فيه؟ تشربه؟ شوف. توقعتك كنت بتخلص كل شيء وتخلي هذا. ليش تشرب دقوس؟ طيب شو الكرتون اللي كنت تفتحها ولا شيء؟ ولا شيء. ها؟ اوكي باقي ثلاثة.
منهم واحد بدون صوت. روح again again. انت بديت ولا شو تسوي؟ بخور كبرت مان، اكلت ونميت. اخر مره ليش في اخر مره؟ ما في اخر مره. اخر ما في اخر مره يعني الشيء اللي انت قاعد تاكل منه خلص. ها كم مثل كمثرة؟ ما في ريحة. كمثرة ما لها ريحة. كمثرة هذا صراحة مو متأكد أقولها كذا يعني. جت صابت صابت خابت خابت، بس أنا أقول كمثرة. نهاية نهاية، لأني ما عندك سكين. أنت فتحت فيها برتقال حمرة مالت بطاط. بالعافية عليك عقلبك. بالعافية حبيبي عقلبك. أنا يوم من الأيام بسوي فيك هذا الامتحان والله ما بجيب ولا واحدة صح. خالد يكفي. يلا آخر واحدة. آخر واحدة آخر واحدة. شوي شوي لا صارخ سماعة. يلا ثواني ثواني، رايح تجيب شيء من الدكان وترجع. حبيبي وين رايح؟ اختار من هني. يلا والله عرفت انك قمت. وين رحت؟ الو يا باشا انت معايا في الخط؟ روح ريال. افتح عادي يعني؟ وين راح هذا؟ شكله روح. خلاص انا بختم هني، بختم الحلقة. طبعا مثل ما شفتوا جبنا 3 صح و2 غلط. هذا يثبت ان الناس اللي يحبون الاكل يعرفون الاكل بالريحة وبالصوت وبالطعم وبالملمس وبكل حاجة. المهم لا تنسوا تعطوا هالفيديو اكبر لايك، لا تنسوا تشتركون في القناة، ولازم تروحوا قناتي تجربون اللي قالكم يا حسان، التجربة انك تسمع صوت اكل وانت قاعد هدوء بس اكل، وتشوف اذا انت فعلا تحب هالاشياء ولا لا. الى اللقاء وبكره احلى.